مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم جايب لكم لعبة جديدة، هي فئة القيادة مع مرحلة جديدة وسباق جديد وسيارة حلوة كتير وجديدة. راح نشغل السيارة، راح اليوم نروح على سكة القطار. راح نطلع من هون على اليسار، طبعا راح نحاول ما نصطدم بأي سيارة مشان ما تخرب سيارتنا أبدا. راح نرجع للخلف شوي، ونمشي لقدام شوي. هي وصلنا لعند السكة، راح نوقف نطفي السيارة وراح نستنى القطار لين ما يوصل. هي اجى الانذار راح يوصل القطار. هاي وصل القطار، والله يرحمها للسيارة.